الشباب يعني بعد ما كان لازم الاهتمام شويه بشويه انصبروا ونتدرجوا في الاصلاح ونصبروا على الاذى لان البلد غالي ونستعد ان اي اداء نتحمله ايها الاخوه والاخوات اصلاحات كبيره تقوم بها الحكومه لان الامر امانه ومسؤوليه امام الله تقوم بها الحكومه لانها الاهليه ولا يمكن الا ان يكون الاصلاح لا يباح قدر الله لمده مغربيه يكون فاشلا الاصلاح تعاون لان لا يستطيع ان يكون ذلك لوحده حتى لو كان يستطيع لا يجوز ان المغرب لا يستمر الاصلاح صبر ورضا وتضرر لان سهل ان تهدم ولكن صعب ايها الاخوه والاخوات ان تبني لان البناء يحتاج مبصر يحتاج مدرسه يحتاج دراسه وفوكور يحتاج يعني بعد ذلك يكتمل البناء واخيرا ايها الاخوه والاخوات ونحن مقبلون على الجهويه ونحن مقبلون على الانتقادات الحقيقيه اليوم كيف نقول عن الاسلام المركزي والدوله والحكومات اجمالا بدات تباشر الخير تلوح في الافق والدول الغربيه تتساءل اخيرا والمؤشرات الحمد لله مؤشرات جيده دون بزنس يعني قيمه الاضافه من راس الاعمال الارقام تدل على المغرب يتقدم لكن هذا الشيء لا يبقى معلق اذا لم نجد له صدى على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني والمستوى الجهوي اخوان الاخوات لا كنا ننظر لاصلاح القمه وان ما نلقوش الجماعه الفكريه ما نلقوش الجهه احنا الجهات بالذات نعطيوها امكانيات هائله نعطيوها صلاحيات غادي نعطيوها ان ممكن تكون عندها برامج وتعاقدات وطنيه ودوليه غادي نعطيوها جزء من الطرق هي اللي تحطها جزء من المطارات هي اللي تحطها جزء من المواد هي اللي تحطها جزء من المستشفيات هي اللي تحطها جزء من المدارس هي اللي تحطها هذا المنطق اللي احنا ماشيين فيه يبقى كل ما هو عنده بعد وطني ومركزي على المستوى المركزي ولكن تلك معطى الجهات اخواني واخواتي هذا يحتاج من المحتاج ومنا الى نخبه سياسيه في مستوى المناضله ومخلصه وعندها فكر وعندها وعي وعندها برنامج سنوي ويحتاج ايضا الى نخبه اداريه تتحمل المسؤوليه امام الله تحتاج الى مواطن لرعايه حقوقه والقيام بواجبه نحتاج الى تعاون فيما بيننا باش يكون البناء الجهوي قوي لكي يتماشى مع هذه القفزه التي تعرفها بلادنا على المستوى الوطني وعلى المستوى المركزي ليكون المغرب قويا بحكومته قويا بمؤسساته قويا بجهاته قويا بمنتخبه قويا بديمقراطيته امل كبير يلوح في الافق تباشره تلوح في الافق انجازات تتحقق على ارض الواقع حياه سياسيه بدات الحمد لله يظهر فيها النقاء تنافس من خلال خطاب واعي الخطابات البريئة تتراجع ويصفها المغاربة نحن الآن في مسار يقوده جلالة الملك لدولة قوية وصاحبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته